أصلا موجودة في التعبير الجبري، ويساوي طبعا أول شيء بنحل 2 ضرب 7 14 زائد 5 19 دينار. نشوف فرق رقم 2، ما المبلغ الذي سيجمعه أو سيجمع في حال بيعت 76 تذكرة؟ ال 76 هاي محل مين حنحطها؟ يا خامس رح نحطها لأنها تذكرة، عدد تذاكر، ومين اللي بيمثل لي عدد التذاكر؟ اللي هو سين، فرح أجي أعوض 76 محل سين، فبتصير عنا هون 2 ضرب 76 زائد 5. 2 ضرب 76 بتروح بتضربها على جنب، ما تضربها بهذا الشكل عشان ما تخربط أو ما يصير في عندك أخطاء بالحساب، فبيطلع 152 زائد 5 وتساوي 157 دينار. إذا نتعلم هون من هذا المثال إنه مش ضروري يجي يحكي لك بشكل مباشر إنه سين تساوي 7 فعوض سين، سين تساوي 76 فعوض 76، لا، هون حكى لك بيها بصيغة تانية إنه عندك 7 تذاكر، وإحنا فكرنا فيها حكينا إنه التذاكر هي اللي نفسها سين، فهو هون معطيني سين بس بشكل غير مباشر. نشوف مع بعض سؤال 2 صفحة 92، بحكي لي يأخذ نايف مبلغ 15 دينارا أجرة تركيب السخان الشمسي الواحد على السخان الواحد باخذ 15 مضافا إليها 4 دنانير ثمن وجبة غداء في اليوم، ما بيهمني إنها ثمن شو، المهم إنه أنا رح يأخذ نايف 15 دينار عن كل سخان زائد 4 دنانير، تمام؟ فبالتالي لو أنا جيت حكيت لك نشوف فرع ألف، اكتب التعبير الجبري الذي يمثل ما يحصل عليه نايف يوميا في حال ركب صاد سخانا شمسيا. صاد سخانا شمسيا يعني عدد السخانات الشمسية، شو هو اختار انه يكون رمزها صاد، لانه انا ما بعرف كم سخان ممكن انه يركب باليوم. فاذا عشان اطلع كم سعر اذا مثلا ركب 5 سخانات، بمسك ال 15 دينار بضربها بخمسة، بطلع معي قديش سعر الخمس سخانات، تركيب 5 سخانات. طيب خلينا نكتب التعبير، طبعا زائد الأربع دنانير يعني بالإضافة للخمس سخانات أجرتهم كمان الأربع دنانير ما ننساها منزيدها بالآخر. فبالتالي هون بدنا نكتب إحنا التعبير الجبري، شايف كيف هون طالب منك أنت تكتب التعبير الجبري، هو حاطط لك إياه بالكلام، إحنا بدنا نترجمه لتعبير جبري. فصار عندنا 15 صاد يعني قصدنا 15 ضرب صاد زائد الأربعة اللي هي وجبة الغداء. فرع باء بحكي لي ما المبلغ الذي يحصل عليه نايف إذا ركب 3 سخانات شمسية في اليوم؟ إذا برضو هون معطيني إياه بشكل غير مباشر، يعني كأنه بحكي لي عوض محل صاد 3، ليه؟ لأنه 3 سخانات هدول شو بيمثلوا لي الثلاثة؟ عدد السخانات، فبالتالي مين اللي بحكي لي عن عدد السخانات اللي هو الرمز صاد؟ طيب باجي إذا بعوض 15 ضرب 3 لأنه هاي 15 صاد بينهم ضرب زائد 4، طبعا الأولوية لمين؟ للضرب، فباجي بحكي 15 ضرب 3 45 زائد الأربعة كم؟ 49. طيب نشوف هون فرع جيم، حسبت سلمى المبلغ الذي تقاضاه نايف بعد تركيب 4 سخانات فوجدته 64 دينار. خلينا نحسب إحنا عشان نعرف إذا كلامها صح ولا خطأ. بنحسب برضو على مين؟ على العلاقة أو التعبير الجبري اللي إحنا طلعناه فوق. إيش بدنا نحط محل صاد؟ 4، لأنه 4 15 ضرب 4 60 زائد 4 64 دينار، إذا حسابها صحيح. الواجب عندنا طبعا صفحة 94، السؤال الأول والسؤال الثاني بدك تكمل كله تعويض، يعني أنت بس بدك تحط محل سين ومحل هون سين برضو. بس بفرع ألف بحكي لك هل القيم العددية الناتج تمثل نمطا؟ أكيد رح تمثل نمط، لأنه إحنا حكينا النمط بده يكون له قاعدة نمط، فهو هذا رح يمثل لي نمط، هاي الأرقام لما تطلعهم حيمثل النمط. شو قاعدة النمط تبعته؟ هيها التعبير الجبري اللي عندي هون. فرع باء ما في داعي تحلوه، سؤال 3 طبعا كمان بتحلوه بالتوفيق يا صف 5.